نحن الآن في عالم جديد يتشكل، عالم متعدد الأقطاب. حتى هذه الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة الحالية لا تريد الآن المضي أو تؤيد كثيرا مسألة الفيدرالية في العراق. هنالك دولة عميقة وهنالك سفيرة أمريكية. السفيرة الأمريكية غير الدولة العميقة. الدولة العميقة اللي تشكلها مراكز الأبحاث والمراكز التفكير في الولايات المتحدة يتحدثون ضد إقليم كردستان. هذا روح شوف مايكل روبن وشوف كتاباته ضد أربيل وأنها لا يمكن أن تصبح دبي في المنطقة. وهنالك تثقيف، نعم، بس التثقيف تشارك في الولايات المتحدة ومراكز التفكير. ولهذا تدخلت السفيرة الأمريكية. يعني هل من المعقول أن يكون أستاذ نجاح السفيرة الأمريكية، هل من المعقول أن يكون قانون الموازنة؟ أستاذ نجاح، هل من المنطقي والمعقول أن يكون يوسف الكلابي، أن يكون مصطفى سند جزء من هذا التثقيف ضد إقليم كردستان؟ معقول يكونون دول أدوات أمريكية وهاي السنين كلها كانوا هم يكذبون علينا؟ أقول لك مقاومة. أنا ما نتحدث عن الأفراد، احنا ما نتحدث عن الافراد، يعني حتى نكون مهنيين. النقاش معظمه خاصه فيما يتعلق بالدكتور يحيى، ما عندي تحفظات على ما ذكره الاخ الاستاذ وائل، وانا مو من الاطار بالمناسبه، لا اعرف، لكن الاطار التنسيقي وهم راح اعطيك معلومه نقطة رصدها. وهي هاي مشكله الاطار، يعني انت خلال الفتره الماضيه الاطار التنسيقي استاذ نجاح لا يؤمن بالفدراليه، لا يؤمن باللامركزيه، يعني تصريح ابو الاء الولائي، اما العراق ابو او الفناء. ايش جاب ابو الاء الولائي على العراق استاذ نجاح؟ ايش جاب ابو الاء الولائي على العراق؟ شنو دخله بالعراق؟ ابو الاء الولائي دائما نسمع من عنده انه هو جندي خادم للجاره الشرقيه لايران. ايش جاب ابو الاء الولائي اليوم قام يحب العراق؟ استاذ محمد هذا ما يتعارض مع الفدراليه، يعني حتى الاكراد يقولون احنا عراقيين بشكل عام، يعني الفيدرالية داخل الإطار. ما كل يوم واحد علنا يفصح عن رغبته في الانفصال علنا. أقول دعك من الاستفتاء وتفاصيله، بس أنا أقول هنا يعني موضوع الفيدرالية بالمناسبة ما يتعارض مع الإسلام، يعني حتى لا يذبوه دائما براس فصائل سياسية أو فصائل معينة، خصوصا المقاومة أو اللي عندها وجهة نظر من موضوع الاحتلال الأمريكي. وأنا قلت لك في لقاء سابق وأكرر لك هذا اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الحالية تتعايش مع فصائل المقاومة، لأن هذه الحكومة فيها فصائل المقاومة. هذا يتناقض مع الدولة العميقة. لا استاذ نجاح صلحها اللي تتحدث. لا صلحها استاذ، هو فصائل مقاومة استاذ نجاح، فصائل مقاومة ماكو الآن، ماكو. يعني أبو علاء الولاء رجال قاعد على تويتر، شبل الزيدي نفس الحالة، الموضوع صار مقاولة. بس انت تشلب أبو علاء الولاء. لا ما تشلب حتى الشيخ قيس الخزعلي هسه شنو شغله؟ موضوع تحول إلى لجان اقتصادية، يعني صلح لي إياها وقول إنه الإطار التنسيقي بفصائله بلجانه الاقتصادية بزعاماته هو يتعايش مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن يجي صح. هم يا ببي خالف خلي نقبل رأيك، مع أنني أكرر وأرجعك فقط إلى ما مقابلة الأخيرة للسفيرة الأمريكية مع شفق نيوز باللغة الإنجليزية قبل يومين ثلاثة، وراح تتأكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتعايش مع حكومة الإطار ومع فصائل المقاومة. وبعدين أقول لك هاي الإثنينية اللي تحدث عنها أخي العزيز الأستاذ وائل بين السوداني وبين المالكي، صدقني هذه ما موجودة.